المطرب الجميل ايهاب توفيق منورنا عبر شبكه فوشي. اهلا بيك. اهلا بيك علي، وكل سنه وانتم طيبين منورين. بوب عوده لعصام كاريكا بعد 14 سنه، اغنيه جديده، شايفها ازاي؟ اسكوب لفوش بقى التعاون بقى. والله ان شاء الله يكون تعاون ناجح زي ما تعودنا انا وعصام، دايما بنقدم حاجات الحمد لله. كانت الاغاني اللي قدمناها على قد ما هي كانت قليله مش كتير قوي، ولكن الحمد لله كلها كانت من الاغاني الناجحه. بتمنى ان شاء الله برضو النجاح والتوفيق في الاعمال الجديده، لان هيبقى في شغل تاني غير الاغنيه دي ان شاء الله في المستقبل باذن الله. كان في عتاب صغير كده من حضرتك لشيرين عبد الوهاب؟ وخلاص الموضوع كان موضوع صغير وعدى، وكانت يعني فلتة كده حصلت وخلاص، ما مش هنقعد نتكلم بقى فيها تاني يعني، خلاص خلص الموضوع. وفي الاول وفي الاخر كلنا اصدقاء واخوات، والوشوش بتتقابل واحنا بنعيش وملح وحاجات كتيرة قوي حلوة، فمش هتيجي كلمة عدت كده طياري تبوظ الدنيا يعني. جمهور فوش بقى يبقى طماع ويسمع من حضرتك حاجة لايف كده صغيرة؟ وعدكم المرة الجاية ان شاء الله هيكون قريب جدا بالاغنية الجديدة، هتسمعوها قريب جدا.